توصل العراق ولبنان إلى اتفاقية أمنية مشتركة وتعاون بين البلدين في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين وزير الدفاع عرفان الحيالي ونظيره اللبناني يعقوب الصراف الذي يزور بغداد. أكد فيه الأخير أن البلدين يعانيان من عدو واحد، فيما أكد الحيالي عزمه زيارة بيروت لتفعيل الاتفاقية. اتفقنا اليوم على التعاون الأمني، بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع اللبنانية الموقرة، وأفق التعاون المستقبلي في مجالات عدة. الجيش العراقي اليوم كالجيش اللبناني بعيد عن التنافس السياسي، والجيشان مع الشعب. سأزور لبنان قريباً ولإدامة الاتفاق اللي حدث بين اليوم بين وزارة الدفاع اللبنانية الموقرة ووزارة الدفاع العراقية.